السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة أبارتمون فاس، حياكم الله والسلام عليكم إخواني متابعي الكرام. كنتواجدوا الآن في حي السعادة في جزيرة النور، غتشاهدوا معايا واحد الشقة اللي كتواجد في الطابق الثالث. هذا الشقة هذه اللي في الإير بليس 3، غادي تشاهدوا معايا فيها 117 متر اللي كتواجد بها، فيها صالون وسيجور جوج ديال البيوت وطواليت وحمام وكوزينة، وكاين كذلك بيت في السطح. اخواني المتابعين الكرام، العديد من الناس اللي كتطلب لي في حي السعاده. هذه الشقه هذه قريبه من مدرسه القدس وقريبه كذلك من حي السعاده، يعني هي بالضبط في حي السعاده، قريبه من البامبام، وكذلك قريبه من مسجد التقوى. اخواني المتابعين الكرام، هذه الشقه هذه كيف ما قلت لكم ان فيها 117 متر، صالون فيها كبير وسيجور كذلك كبير. كتشوفوا ان الدار بالاتات ديالها اللي بغاها حتى بالاتات، راه الناس دايرينها البيع، ولكن حنا كنذكروا ثمن ديال الشقه. خوتي الصالون كتشوفوه معايا كبير، وكذلك القبس ديالو اللي بهذا النقش البلدي اللي انضطر نوعا ما، كيجي غزال في السقف بحكم انه كتنقولوا الاصاله والمعاصره ديال فاس. عنده جوج ديال الشبابك كبارين للاطلاله ديالهم خوتي، جايه على الزنقه منين دخلنا. هاد الشقه هذه لافونتاج اللي عندها انه عندها بيت في السطح، وكذلك عندها سطح بوحدك، يعني ما يدخل معاه حتى شي واحد. شقه كيف ما تنقولوا مستقله بالسطح ديالها. كتشوفوا معايا الصالون كبير وكذلك السيجور اللي دخلها، يعني ما يصلح فيها والو بحكم ان الناس عاودوا فيها بزاف ديال الاصلاحات، منهم الكوزينه اللي غتشوفوها معايا، وكذلك منهم الحمام، وعاودوا عده بلايص فيهم الصباغه. تشوفوا معايا اخوتي حتى السيجور ديالها، دايرين السيجور عصري رومي، وكذلك القبس ديالو حتى هو جاي رومي، جاي مزاون. الدار مبهجه، يعني الصاله ديالها زوينه، جاي صالون وسيجور على حده، وكذلك البيوت الاخرين في الواجهه الاخرى. كاين هنا اخوتي التلفزيون اللي تشوفوا معايا، جاي قلي جايه بلاصتو انفاس للصالون، وكذلك انفاس للسيجور. هاد تزيئه النور فيها الوداديه، معروفه الوداديه، فيها كاميرات. هذا الجهه الثانيه ديال الشقه، الصاله الاخرى اللي فيها هنايا خوتي كاين الحمام والطواليت، وكذلك هنا البيوت، هنا الكوزينه. نبداو بالحمام هو الاول. الحمام هو هذا اللي غتشاهدوه معايا، كيف ما قلت لكم ان السيد عاود الجليج ديال الحمام كامل، دار هاد اللوين هذا جاي مزيون. اللي فيه خوتي لافابو، كتشوفوا المرايه ديالها هنايا جايه واخده بلاصتها، وكذلك كاين الدوش اللي مفروق بهذا الحيط. الدوش قبالتنا هو هذا، وكذلك كاينه الطواليت، وكنشوفوا ان حتى الحيط الفوق، يعني حتى السقف الفوق طلع كامل بالجليج. وكاينه طواليت اخرى اللي غتشاهدوها معايا، هي هذه اللي فيها لاستالاسيون ديال الشوفو. غادي تشوفوا معايا اخواني المتتابعين الكرام والاوفياء، غتشاهدوا معايا المطبخ. المطبخ خوتي حتى هو كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو انه مصلوح. عاودوا الكوزينه كامله، كتشوفوا ان داير فيها هاد البلاكارات من الفوق، جايين مزيونين بهذا اللون الابيض، وكذلك جاي هنا بلاكار اللي بغا يدير هنايا ميكرووند الفران، راه هذه هي بلاصتها، وكل واحد والذوق ديالو. كاينين بلاكارات خوتي من التحت، كاين لا كويزين هنايا، كويزينيير هنايا في المحله، يعني واخده البلاصه ديالها. اللي بغا يدير لا هوت هنا راه كاينه بلاصتو. كاين بلاكار كبير في قلب الكوزينه، في بلاكار من الفوق وبلاكار من التحت، جايه طابلو مونجي مزيونه هنايا، كتشاهدوها معايا واخده المكان ديالها المناسب، وحتى اللي ما بغاش يديرها يزولها، كتزيد تبان الكوزينه كبيره. كاين بالكو اللي هما يعني كان بالكو وشدوه داروا فيه لاستالاسيون ديال الماك ديال الثلاجه، عنده اطلاله جايه على الزنيقه الاخرى، وحتى البالكو جلجوه حتى للفوق.
جا مزيون هكا، والشميشة كتشوفوا انها داخلة. هادي تشوفوا معايا كذلك البيوتا، هاد الحي هذا، هاد تجزئة النور فيها الهدوء التام. هذا البيت الاول، البيوتا فيها كبارين كتشوفوا معايا، واخدين مساحة كبيرة، وداير لهم هاد الصباغة ديال الخيال، وعندها حتى هي اطلالة على نفس لنفس الاطلالة ديال الكوزينة. والشميشة ها هي خوتي، فيها بلاكار قلب بيت الناس، حتى هو كتشوفوا ان الناس لعبوا على لون واحد اللي هو البيض. البلاصه ديال الستاسيو ديال التلفزيون اللي بغا يديروا في قلب البيت. ونشاهدوا البيت الثاني اللي هو هذا، البيوتا بجوج فيهم بلاكارات، كتشوفوا حتى البيت الثاني داخله له شميشه هو هذا، وكتشاهدوا معايا البلاكار اللي كيتواجد في قلبه. وحتى هاد البيت خوتي راهم داروا له هاد الصباغه هادي باش بتكون انا يعني اللي دخل مسكن فيها ما عنده ما يصلح. وكيف ما قلت لكم يعني الاساسي في هاد الشقه هادي انك تضحك بوحدك، ميلانجيك لا جار لا حتى واحد، كل واحد سطحه بوحديتو، وكل واحد عنده بيت ديالو في السطح داخل في التيتر. وكذلك كاينه طواليت في السطح. نذكركم خوتي بالمعلومات ديالها اللي هي حي السعادة تجزئة النور، أو باش معروفة بإقامة النور. غادي نطلعو باش نشاهدو معايا البيت اللي في السطح وكذلك السطح. خوتي كنوصلنا دابا للسطح اللي كتشوفو، كل جار كاين ثلاثة ديال السكان، كل واحد والسطح ديالو. الشقة اللي معنية بالأمر هذا هو البيت ديالها. كندخلو مباشرة كنلقاو البيت اللي كيتواجد في السطح بوحدو، وكذلك غادي نوريكم سطيح اللي تابع لهاد الشقه هادي هو هذا اللي فيه انشير. وكذلك كاين هنايا دوش وكاين طواليت. كيف ما قلت لكم ان اللي غادي يخدع داك البريط ما على السطيح ديالو والبيز ديالو ما غادي يدخل له حتى شي واحد. اخواني اخواتي كيف ما شاهدتوا معايا هاد الشقه هذه اللي كتواجد في حي السعاده اقامه النور، اللي المساحه ديالها هي 117 متر. الثمن ديالها ديال البيع النهائي اللي صرح به صاحب الشقه هو 55 مليون. اللي بغى يجي يشاهدها ما عليه الا يتصل بيا، نحدد وقيت مع الناس. اهلا وسهلا اخواني اخواتي، ما تنساونيش بالتعليق ديالكم وكذلك بالبارطاج مع الناس ومع العائله. والناس اللي شاهدوني اول مره تنتمنى انهم يضغطوا على زر صابوني وزر الجرس. اخواني اخواتي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.